أحسن الله إليكم. يقول: إذا مرض الشخص مرضا طويلا فكيف يفرق بين الابتلاء وتكفير الذنوب؟ على حسب حاله، والغالب أن الإنسان لا يخلو من الذنوب. قال الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الغالب أو الكل أن ما يصيب الإنسان إنما هو بسبب ذنوبه، لأنه مقصر في حق الله سبحانه وتعالى ومقصر في شكر النعم، فعليه أن يحاسب نفسه وأن يتوب إلى الله جل وعلا، هذا هو الذي يجب عليه. أما كون هذا المرض ابتلاء إلى الله سبحانه وتعالى، نعم هو ابتلاء بسبب الذنوب، ابتلاء بسبب الذنوب وعقوبة بسبب الذنوب. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم.